Biarkan diri ini untuk mencoba mendekat. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Patamu melirik aku jadi suka padamu tiap kali kau bermanja gemetar rasa di dada selama nafasku masih berdesa dan jantungku terus memanggil indahnya namamu takkan pernah خلال المدرسة الثانوية كان الخمسة منهم مثل المراهقين العاديين في المدرسة الثانوية الذين كانوا شقيين ولديهم الكثير من الأهواء غالبا ما يسخر من معلمه وهو السيد مستر أثناء الحفل ويجعل السيد مستر غاضبا دعنا فقط نذهب إلى المكسف لا إذا اكتشفنا ذلك سيتم توبيخ السيد مستر لا بأس فقط إهداء يدخل جميع الطلاب الفصل الدراسي ومع ذلك فإن الأمر يختلف عن الفتيات الخمس اللواتي يرغبن في صنع مشهدي ماذا تريد أن تأكل يا رفاق؟ سأسبأ فقط أنا جائع ناقا أريد أن أطلب عصيرا وسلطة وخبزا وشوكولات إن لله هذا كثير إذا طلبت الماء والأرز فقط فلا بأس لدي ساي ومكرونة حسنا في انتظاركم يا رفاق هذا جيد الطلاب الآخرون يدرسون أنتم يا رفاق تأكلون طعاما لذيذا يا سيدي انظر ماذا ورأى بعد مزحة الفتيات الخمس الفضوليات دخل سيد مستر غرفة المعلم عندما تأتي العطلة يسير سيد مستر في ممر المدرسة بينما يحيي الطلاب في الجوار يا ابنائي لماذا ستكون العطلة يا ابنائي؟ خلال الإجازة الأخيرة ذهبت في إجازتي إلى شاطئي مع أختي إنه مجرد شاطئ سأذهب إلى الجزيرة السريبو هكذا أيها المتكبر أين أنت يا إيكاو؟ لن أذهب إلى أي مكان فقد أهني بالمناسبة سنتخرج الأسبوع المقبل أين تخطط للذهاب؟ بالنسبة لي لدي أري وقوقم بالفعلي قطط بقولي إلى الجامعة بكالون أنت إمرن؟ ليس لدي خطط للذهاب إلى الكلية لكن لدي خطط بينما ينشغل الآخرون بالحديث عن المستقبل إيكال صامت وينظر إلى الأسفل بحسن بعد التخرج من المدرسة الثانوية قرر أري وجيمبرون وتنيل وكوكوم مواصلة دراستهم خارج المدينة لكن ليس مع إيكال ليس لديه مال للالتحاق بالجامعة اختار إيكال العمل من خلال بيع المنجون على جانب الطريق أثناء الغناء
وسط حشد من السيارة المرة يبيع إيكال المنجوب بينما يغني بالصوت الذي يحمله دائما. عن غير قصد يشتري رجل إيكال المنجوب ويسمع صوت إيكال. فجأة يقول الرجل لإيكال: أنت مغني ما شاء الله، صوتك طيب جدا. لا يا سيدي، إنها مجرد هواية. سيدتي، إذا استطعت تعالي إلى استوديو الناسي بغدا، هذه بتقطع أمي. تبين أن الرجل معطج يعرض تجعيد الشعر ليصبح مغنيا على شاشة التلفزيون. يقبل إيكال أيضا الأرض ولم يعد يبيع المنجو. الوقت يمر بعد 4 سنوات. أراي وجنيل وجمرون وكوكوم يجتمعون مرة أخرى ويسألون بعضهم البعض عما انشغالهم. مرحبا يا رفات، كيف حالك يا رفات؟ لم أراك منذ وقت طويل. الحمد لله بخير. اسمع، إيكال أنا مغني أليس كذلك؟ كثيرا من أرى أيضا من صورته الآن. على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي. ماذا لون الأبو فقط في منزل إيكال؟ بالإضافة إلى صداقة. هذا جيد. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhalu bidhuhul. كيف حالك يا رفاق؟ لقد مضى وقت طويل منذ أن التقينا نحن الخمسة. الحمد لله، نحن كلا صالحون. أنت الآن مغني؟ الحمد لله، كما ترون. أوه نعم، ما الذي أنت مشغول به الآن؟ أنا فنانة متاجر الآن. إذا فتحت فرعا تجاريا فعدة مذنين. ما شاء الله، هذا رأيي. أنا نفسي حاليا أنهي كتابة مقال في الكتاب. سأقوم بنشره هذا العام. حصل سكوكوم لتوي على لقب بامتياز. كما تعلمون، حسنانكم؟ الحمد لله. بعد الدردشة أثناء التخلي عن الحنين إلى الوطن، قرر الأربعة العودة إلى المنزل. اتضح أن أري أصبح كاتبا وأصبح تني الفنانا للمكياج، أصبح إيكال مغنيا وأصبح جمرا رجل أعمال، وتخرج قوقم من كلية الطب. إنهم سعداء أخيرا لأنهم نجحوا في مجالات تخصصهم. لا يمكن لقصة الماضي الشيء للشخص ما أتضمن نجاح الشخص في المستقبل. احرص على عدم التخلي عن متوسط العمر المتوقع للشخص ما والذي سيكون معيارا لنجاحه.
Atulabul akhoruna. Aku jadi suka padamu. Saya aku belum, aku malu.